وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. ركزت الصحافة الصينية قبل 75 ساعة من وصول وزير خارجية بيجين إلى موسكو حول خطة السلام، وذكرت جلوبال تايمز بأن الأمر يتعلق بوثيقة قريبا جدا ستصدرها الخارجية الصينية بشأن خطة سلام. الأمر لا يتعلق فقط بشيء من الجهود، لن تكون الصين طرفا ولن تكون متفرجة، لن تكون جزءا من هذه الحرب ولن تكون متفرجة عليها. هذا هو قرار بيجين الآن قبل أن يتجه وزير خارجياتها إلى مؤتمر ميونخ للأمن الأم أس سي. رأينا شيئا دقيقا للغاية، مدى التحالف الآن وما سمي بالحوارات المكثفة ما بين الصين وما بين ألمانيا، حوارات شديدة ودقيقة لأبعد حد، وهذا الذي جعل من أمر الصين اليوم وأمام وثيقتها وفي حال رفضها من الأوكران فالأمر سيتعلق بموقف آخر. ماذا يرغب الروس؟ الروس لديهم صورة مدققة جدا، لأن الصين تريد كسر أمريكا لكن دون تغيير النظام، كسر قوة أمريكا دون تغيير النظام العالمي الموروث منذ الحرب الكونية الثانية. هذا قرار الصين، لأن هذا النظام هو الذي قواها وجعلها هي الأولى عالميا على الأقل بالنسبة للاقتصاد أو الثانية، وفي كل هذا لا يمكن أن تغير هذا النظام عكس روسيا تماما، وقد منحتها الحرب الباردة نصف العالم والآن تقاتل من أجل كيلومترات. إذن الأمر اختلف بالنسبة لما يتصوره الروس وما رأيناه بالنسبة للصين. في هذه الزاوية على وجه التحديد وجدنا المبادرة الصينية عبر وثيقة تجمع بشكل سماه وزير خارجية الصين بالعقل البارد، بالحرف العقل البارد والبراغماتي. إذن هذه المبادرة ستصدر عن عقل بارد وبراغماتي من أجل الوصول إلى خطة سلام. الأمر لا يتعلق بالدعوة إلى مفاوضات، الدعوة إلى مفاوضات يجب أن يكون من حيث المبدأ، لكن الأساس يجب أن تكون وثيقة. الصين اليوم لا يمكن أن تكون كأمريكا التي تصب الزيت على النار بالتعبير الرسمي لبيان وزيرة الخارجية الصينية، وإنما لابد أن تكون وسيطا. شرط الصين أن تكون وسيطا تريده على وجه التدقيق ألمانيا لسبب رئيس، لأن مثل هذه الحرب الممتدة كرهتها وبشكل كامل أوروبا الغربية لأن ثمنها الاقتصادي رهيب. لكن في المقابل نجد في نظر الصحافة الروسية أمرا آخر، أمريكا والصين مقتنعتان بخسارة روسيا لسبب واحد، وهذا ما ترد عليه الصحافة الروسية بالمجمل، إما أنها لم تقل كلمة و أغفلت كل الزيارة أو صرحت بهذا المقال في توب كور مثلا وهو الأشرس من نوعه، عندما قال كاتبه بأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية والصين تحكمان على روسيا بالهزيمة، لأن هناك حلفا من 50 دولة، استطاعت أمريكا أن تصنع حلفا من 50 دولة. وسمع بالحرف في ميونخ وزير الخارجية الصيني بأن المسألة بدأت ولم تنتهي بعد،
وأن هناك 700 من السلاح الاستراتيجي بذخيرة كلاسيكية، وهناك 2000 دبابة و2000 مدرعة والآلاف. هكذا عنوان المقال: ماذا هناك، ماذا ينتظر روسيا؟ لأن مثل هذه التصريحات في ميونخ، في مؤتمر ميونخ للأمن، سمعها وزير الخارجية واعتبر أن روسيا قوية. هل تستطيع أن تهزم 50 دولة؟ هذا هو السؤال. صحيح أنها قوة استثنائية، لا يمكن لجيش واحد مما فيه الجيش الأمريكي أن يصمد مثل ما صمد الروس بشكل مطلق. أيضا بالنسبة لكل الدول، كل الدول بدون استثناء، بريطانيا شكك الأمريكيون في قدرة جيشها، الفرنسيون ينتقدون أنفسهم بأنهم لن يستطيعوا على الإطلاق لشهر واحد نفس ما قام به الجنود الروس. إذن الأمر هنا ليس هناك جيش غربي واحد يمكن أن يكون كروسيا، ولكن في نظر الصين الأمر يتعلق ب50 دولة. إذن هناك مقدرات 50 دولة، هذا هو اللغز كله. وبذلك فإن روسيا منتصرة. الأمر هنا عندما يتحول إلى الأوكران، يجدهم يرغبون في الحرب لتغيير القوة، لتغيير ستاتيكو. ستاتيكو الآن غير مقبول في دونباس، وبالتالي فإن ما يريده الآن كوليبا وهو يتحدث، الأمر يتعلق بقوة أمريكا واستثمار قوة أمريكا كآخر خرطوش يمكن ضربه، يمكن لآخر رصاصة أمريكية بآخر جندي أوكراني. هذه المعادلة. عندما سمع كل هذا وزير الخارجية نقله بالحرف إلى الروس. الروس لديهم طريقة مباشرة في الحديث عن رغبتهم في أن يتخذوا نفس ما ذهب إليه الأمريكيون إن صح مثل هذا التقدير، لأنهم في آخر المطاف عندما اقتربوا من الهزيمة في صدامهم مع اليابان اضطروا مباشرة إلى استخدام السلاح النووي. نفس التكتيك قد يحدث. الصين ترفض هذا، ترفض على سبيل الإطلاق مسألة استخدام السلاح النووي. لذلك فلا إمكانية لا لاستخدامه ولا للتفكير في استخدامه. لذلك يأتي مباشرة أمر وتكتيك بوتين. بوتين كان يعرف ماذا يخطط له الصيني، فدعا في آخر خطابه إلى إعلان الجمهوريتين، جمهورية لوغانسك ودونتسك. وأيضا هناك تكتيك، كلما كان هناك المزيد من التسليح كلما تقدم أكثر الروس على صعيد الأراضي من أجل إبعاد هذا التهديد. صاروخ ب 72 كيلومتر يجب أن تبقى الحماية في 72، وإن أعطيته 170 قد يصل هذا الصاروخ إلى 170، سأتقدم 100 كيلومتر، وإن سلمته 300 كيلومتر سأتقدم 300 كيلومتر من أجل تحصين حدودي. لذلك فالأمر هنا محسوم في قضية عقيدة الحدود، عقيدة تسليم السلاح. كل هذا لا يتطرق إليه تماما الصيني، والصيني يريد ضمانات أمنية. لذلك فهو يريد لهذه الوثيقة أن تكون متوازنة، خصوصا بالنسبة للسلاح الأوكراني المستقبلي. كل هذا سيتطرق له الوثيقة. لكن المهم في كل ما يجري أن الصحافة الروسية التي ركزت على أن الصين تعتقد بهزيمة روسيا، هذا لا يجب أن يكون. ستنتصر روسيا، وهذا ما كرره لأكثر من مرة بوتين. في الاتجاه الآخر يقول بايدن بأن لا تحقيق لنصر روسي في أوكرانيا أبدا، وبين قولي أبدا
لبوتين وأبدا لبايدن. رأينا أن خطوة الصين التي ركزت على خطة السلام وإعلان وثيقة في الموضوع وهكذا يمكن التداول بشأنها والتفاوض عليها، لأن المسار الآخر إن بدأ الهجوم الربيعي سينتهي إلى مواجهة نووية. هذا هو الأمر المتوقع بالنسبة للصين، ولذلك عليها أن تتدخل ليس كإطفائي فقط، وإنما الأمر يتعلق بأكثر من ذلك، لأنها تهتم لقيادة العالم مستقبلا. ولذلك فلا إمكانية أن تكون البداية مرة أخرى كما حدث مع الحرب الكونية الثانية مع أمريكا عندما حسمت الوضع والقيادة باستخدام النووي. أيضا بالنسبة لروسيا قد يكون الأمر كذلك، البداية مع استخدام مباشر للنووي. لذلك فالمرحلة قد تكون ما بين ناكازاكي وهيروشيما وما بين كييف هذه المرة، جحيم كييف، جحيم ناكازاكي وهيروشيما. هكذا يجب للعالم أن يعرف أن العملية الجراحية هي التي تصنع وحدة التاريخ. إن كان هذا هو الأمر بالنسبة لكل من أوكرانيا التي تريد تغيير بالقوة وديناميكية القوة الستاتيكو بلغة وزير خارجية الصين، فإن لدى الروسية أيضا نفس هذا الوضع. ولذلك فالصين تريد أن تلعب الورقة الأخيرة من أجل أولا أن تقول أنها قوة سلام، ثانيا أنها تريد منع استخدام النووي. بالنسبة لأمريكا لديها خطة صدام، لذلك فالأمر اليوم أصبح أمريكيا وأيضا روسيا. والسؤال المطروح هنا، أين أمريكا من وثيقة الصين؟ هذا هو السؤال، لأن الذي يصارع حقيقة هي أمريكا، وأمريكا لن تقبل هذه الوثيقة، ستمزقها على الأرض، لأن مسألة أن تقود نهاية الحرب التي تريدها أمريكا لاستنزاف روسيا وتتدخل الصين من أجل ذلك، فبالنسبة للصين تلعب لعبة أخرى. هذه هي الوثيقة، ومن رفضها سيتحمل مسؤولية اصطفاف الصين في اتجاه ما. هذا إذن رسالة أخرى سمعها كوليبا وزير خارجية أوكرانيا وسمعها الألمان، يجب أن نكون مع هذه الوثيقة. الاتحاد الأوروبي يجب أن يقف مع هذه الوثيقة إن أراد أن ينسحب بشكل كامل من أمريكا وتنقلب العزلة، فتنعزل أمريكا ويقول الطرف الألماني لا يمكن بأي حال أن نفكر في أن روسيا ليست باسم الجغرافيا، ليست أوروبية، هي أوروبية، لأن الجغرافيا لا يمكن لا تغييرها ولا تصحيحها. الألمان مع الصينيين. السؤال المطروح الآن، أين فرنسا وبريطانيا الحليفتين والمتقدمتين للغاية في الحرب في أوكرانيا؟ ألمانيا اتخذت الموقف وقد تنقلب مع الصين وقد تعزل خطة أمريكا المجنونة باتجاه تدمير كل أوروبا وكل اقتصاد أوروبا. إذن يمكن إنقاذ الوضع بين ألمانيا والصين من أجل اقتصاد الاتحاد الأوروبي واقتصاد الصين الذي وصل الآن إلى أن يكون الأول على صعيد مثلا الغاز المسال 5.5 مليون طن. هذا يعني الكثير، تحول خطير في خارطة الطاقة في كل شيء. إذن لا يمكن لأمريكا أن تستفيد أكثر، هذا الذي يريد تأكيده تماما كل من الألمان والأمريكيين. في نفس الوقت فإن روسيا لديها شيء أساسي جدا، إعلان الجمهوريتين، والجمهوريتين الشعبيتين سينتهي الأمر بهما بعدم فرض أي سيادة على هذين البلدين. هكذا يمكن ضمان أن تبقى هاتين الجمهوريتين ضمن الغلاف الجيوسياسي والاستراتيجي لروسيا. وهذا هو آخر ورقة لعبها
بوتين في خطابه قبل أن يلتقي بوزير الخارجية الصيني. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.